مع تقطيع البطاطس. المخرج دايما يقول لي هتعمل ايه بعد الفصل. الراجل لازم يظبط شغله. خلي بالك الصوره تطلع حلوه مع تظبيط الشغل. انا عامل دلوقتي بطاطس بناكلها بره، بناخد ولادنا، يقول لك عايزه تزودي جبنه، ندفع 50-60 جنيه لخمس ست حبات بطاطس يا باشا. يعني احنا جمعناهم هنلاقيهم بطاطسايه متقطعه وعليها شويه جبنه سايحه. طعمها حلو ما نكرش، وربنا يبارك، حلو قوي. طب تعالوا مع بعض نعملها على طريقه المغاز دلوقتي. وبطاطس بلدي، بطاطس تانية مجمدة قاعدة في الفريزر بقالها شهور، لها تاريخ صلاحية. دي بطاطس جبتيها من عند الراجل بتاع الخضار قطعتيها. معانا جبنة شيدر حسب الرغبة موجودة معانا. معانا معلقة دقيق ومعانا حليب وزبدة. تعالوا شوفوا نعمل مع بعض ازاي البطاطس المقلية بالجبنة. تعمليها لولادك هيسيبوا اللي بره وياكلوا اللي تعملها بايدك. خلي بالك والله العظيم ده هيحصل، لانه هيلاقي لحم في البطاطس. اما البطاطس التانية ما بتلاقيش لحم، بتلاقي كده بطاطس عامله زي عيدان الكبريت ومقرمشه. طعمها حلو، طعمها حلو، بس فيها قيمه غذائيه؟ لا. هناخد البطاطس دي زي ما هي كده، وعندنا زيت شديد الحراره. لا انا مطمئن دلوقتي، عندي فراخ في الفرن، وعندي مكرونه، فانا كده مخلص. يعني ناخد البطاطس دي زي ما هي كده، نوسع الدنيا، الزيت شديد الحراره، ونحمر البطاطس دي يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. اوعى. انا مش عايزك تعملي زي في المطبخ كده، خلي بالك. هو ده، هو ده، خلص الكلام. النظافة، النظافة يا مغازي. حاضر، طلع لك الفراخ دلوقتي واغرفها. بس خلونا الأول نشوف ازاي هنعمل صوص الجبنة اللي الأولاد بيحبوها دايما ويحبوا ياكلوها بره. شوف هنعملها مع بعض ازاي. وانا واقف بطريقه بسيطه وسهله. حليب، تمام زي الفل. وعلى الحليب ده يا شيف مغازي معلقه دقيق صغيره. بطاطس بتتحمر، سيبها تاخد راحتها خالص. كمان شوية وادوب شوية الدقيق في الحليب كده. حلو، تمام. عندك بشاميل فايض من اللي كان موجود معانا من شوية، خدي منه شوية بس زوديه حليب، لازم يكون خفيف بالشكل ده كده. اتأكد ان الدقيق ده في الايه، في الحليب. حلو قوي. معايا من الزبدة مكعب عينية اهو. حاضر. حبة جبنة ايه بقى؟ شيدر اهلا وسهلا، بارميزان اهلا وسهلا، موزاريلا اهلا وسهلا. والنظافة ناخد بعضينا وناخد الجبنة اللي احنا حابينها. اي جبنه انت حباها، تسيح الجبنه نقلبها من وقت للتاني. يوجد في بعض المحلات الخاصه بالمواد الغذائيه اللي تشيز باودر، كيفيه الصنع بتاعته لا ادري، مصدرها لا ادري، مكوناتها لا ادري، طعمها حلو، عايزه تجيبيها اهلا وسهلا. شفت انا بتكلم ازاي؟ واقعية. تاني، بيوجد الباودر في الاصفر وفي منه الابيض زي ما انت عايزة، بس انا دايما احب الحاجة اعملها كده قدام عينيا. باودر ده ما اعرفش مكوناته ايه،
زي اللي بتستخدم التوم الباودر والبصل باودر في كل اكلها. خلي بالك. عايزه الجبنه لونها اصفر شويه زياده، هقول لك حاجه بسيطه خالص في ايدك والله العظيم. عايزه لونها احمر في ايدك اهو، حطيت سنه كركم، هو ده خلص الاكل. بس خلاص مش بتاكلها كده بنفس اللون؟ خلاص ادوبها واسيبها، مش هحط ملح ولا اي حاجه خالص، ممكن احط شويه فلفل كده حلوين. نيجي نطلع الفراخ مع بعض بقى ونوسع الدنيا، عشان في مدرسه جديده للغرف دلوقتي. تشيل كل حاجه، كل حاجه. البطاطس بتستوي على النار ومعايا روزماري بخليه هنا برزنتيشن، واشيل اللي ملوش لازمه. يعني 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 حلو قوي. وعندي صوص الجبنه جاهز اهو. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هو ده هو ده. ونغرف البطاطس الحلوه دي كده عشان تدعوا لي بعد كده. في الطبق الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. بطاطس مقليه. سامع الصوت ده؟ لا صوت بيعذبني. صوص الجبنه بتاعنا تعالى هنا بقى كده. يلا يلا معايا معايا. صلي على الحبيب صلي على الحبيب. هو ده بطاطس مقليه بصوص الجبنه. الشيف المغازي عملها في اقل من دقيقه. الله الله على الريحه الحلوه. ليه اكلها بره؟ ليه اكلها بره؟ غرقانه جبنه. ايه نوع الجبنه؟ حسب الرغبه. حلوه قوي. طبق لطيف وجميل. شويه بقدونس حلوان كده هنا الشكل، شويه بقدونس كمان هنا حلوه. هو ده. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها خبره طهويه، فيها شاوت مطبخ. شاوت مطبخ شفنا البهريز اللي نزل من الفراخ وانا بعمل الدجاج المسحب، شارك معه طبق مكرونه جامد جدا بسميه الهرم الغذائي بمكوناته. عملنا بطاطس لطيفه وجميله مقليه بصوص الجبنه الشيدر اللي الاولاد بيحبوها، خدنا نفس اللون ونفس الطعم، ولكن قدرنا ان احنا نقول احنا بناكل ايه عكس ما بناكلها بره طبعا. والفراخ المسحبه طبعا، الدجاج المسحب الجميل الحلو ده، دي مانجا فص على فكره، فيهاش حاجه خالص. الف انا وشيف رايا فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.